وصلنا للأمفيفيليك، وصلت ياخذنا للأمفيفيليك او الاسوسيشن كولايتس. منها اسمها أمفيفيليك او اسوسيشن كولايتس، معناها شنو؟ أمف اسوسيشن كولايتس is formed by grouping or association of molecules that exhibit both lyophilic and lyophobic properties. يعني هذا الكولايتس بشنو؟ بموليكيولز شبيهة بها lyophilic and lyophobic properties. بما ان هي بها lyophilic and lyophobic properties، بما انا نتوقع احنا هاي راح تسوي لنا dispersion in both aqueous and non-aqueous media. اوكي؟ يعني تقدر تحطها من non-aqueous media، ممكن تحطها من aqueous media. ليش؟ لان هي بالاصل شنو بها؟ amphiphilic او sorry lyophilic و lyophobic moieties. على اي اساس راح يتكون هذا الديسبرجن؟ راح يتكون اعتمادا على الانديفيدوال كاركتر اند ذا نيتشر اوف ديسبرجن ميديا. يعني يعتمد على خصائص منو؟ هذا الديسبيرد فيس، وعلى منو؟ خصائص الديسبرجن ميديا. However they generally cause an increase in the viscosity of the dispersion medium with an increase in concentration. بصورة عامة كل ما يزيد تركيزنا بالdispersion medium راح يزيد الviscosity للdispersion medium. واضحة هذه الفكرة؟ انه بيها lyophilic ولايوفوبيك جروب بنفس المركب. اوكي، من تحطوها بالaqueous medium راح تسوي لك dispersion، ومن تحطها بالnonaqueous ايضا تسوي لك dispersion medium. على شنو تعتمد؟ حتى على النيتشر والميديوم مال نفسه هو الديسبيرس بيس، وعلى الخصائص مال الديسبرجن ميديوم. بس بصوره عامه ذولا كل ما يزيد التركيز مالتهم بالميديوم، كل ما الفيسكوسيتي مال الديسبرجن ميديوم شبيها بالضبط. هسه نجي على الانواع مال الانفيفيليك اور الاسوسيشن كولايتس. راح نقسمها اعتمادا على طريقتين مثل ما مبين قدام. الطريقة الأولى اللي هي functional classification، يعني اعتماداً على استخدامها على وظيفتها. الطريقة الثانية structural classification. ما اسمه structural classification؟ إذا نحكي على شنو؟ على structure، على المكونات. إنزين، هسه إذا نجي على functional classification، they are classified according to use. They are classified according to uses into wetting agent, detergent, emulsifying agent, solubilizing agent, suspending agent, foaming agent, and anti-foaming agent. ذكرون في مكان ما مر علينا هذا الشيء foaming وanti-foaming. استخدمنا surface active agent تحضير واحدة من التحاضير الصيدلانية. ها؟ كيلو بس حطينا دي. Surface active agent. شو كانت المشكلة؟ كانت المشكلة من المشاكل إنه أنا ليش دار أربط وياكم عم نشوف هذا الفوم نقول أنتي فوم. كان يصير بي فوم. تذكرون من قلنا يصير بي فوم، فلازم شو طيب له؟ أنتي فومينج agent عم نقلل هذا الفوم. هاي واحدة من المشاكل بالإضافة إلى كان الطعم ال disagreeable taste. فهسه إحنا دار دراويكم إنه هو هذا نفسه. السيرفاكتنت او سيرفس اكتيف ايجنت ممكن يشتغل از فومينج ايجنت، وممكن يشتغل از شنو؟ انتي فومينج ايجنت. زين، نجي على الطريقه الثانيه للكلاسيفيكيشن اللي هي ستراكشرال كلاسيفيكيشن. The most important surfactant are those which are water soluble. They are classified according to chemical structure into three groups. Number 1 ionic surfactant. Number 2 non-ionic surfactant. Number 3 amphipolytic surfactant. إذن اعتماداً على منو؟ chemical structure. chemical structure على التركيب الكيميائي لهذه المادة. نقسمها إلى ثلاث أنواع: anionic, cationic، وبعد amphipolytic. هسه راح نيجي نحكي بالتفاصيل عن كل نوع. نيجي على النوع الأول اللي هو اسمه anionic surfactant. هسه أنتم مبدئياً من يجي من فوت قدامكم مصطلح الان ايونيك، معناها التشارج اللي يحمل المركب شنو؟ لا بوزيتيف ولا نيجاتيف. ان ايونيك الان ايون صار صار ايوه كاتيون موجود. ها صار.
أنا ليش دازلكم هذا السؤال؟ يعني أنت تتقرون قدامكم مش مكتوب. وزد الشاس. مو؟ والمفروض أنا يعني شو يكون؟ نيجاتيف شارج. هاي ليش دازلكم يا عم تفرقون بين هذه الشارج وبين هاي الشارج؟ هو اسمه أنا يونيك. بس من يقول لك أنا يونيك سرفاكتد which contain positive charge counter ion. شنو يعني counter ion؟ معاكس. معاكس. يعني هسه هو من يعرفه ما دا يعرفه على الشارج اللي هو حامله. دا يعرفه على الشارج مال الكاونتر ايون اللي يجي وياه على مود يسوي كيميكالي ستيبل. اوكي؟ فبنا اقول لك الانيونيك سيرفاكتنت الكاونتر الكاونتر ايون مالته الشارج مالته شنو؟ موجب بوزيتيف. بوزيتيف. بس هو الشارج مالته الاصليه؟ نيجاتيف. تمام؟ هاي الفكره. انيونيك سيرفاكتنت ويتش كونتين بوزيتيف شارج كاونتر ايون. الكاونتر ايون هو شنو هو؟ An ion having charge opposite to that of the substance with which it associates. It is the ion that accompanies an ionic species in order to maintain electrical neutrality, stability. تريد أن نسمو على الجفقة مالتنا المركب شبي متعادل كهربائيا. الإكسامبل اللي عندنا على هذا النوع اللي هو an ionic surfactant. Number one, sodium lauryl sulfate. Sodium ion, مثلا sodium lauryl sulfate. شنو الكاونتر ايون مالته؟ sodium. صح؟ sodium lauryl sulfate. الكاونتر ايون مالته هو sodium. The chemical structure or chemical formula مالته C12H25O.SO2ONN. هسه شوفوا هذا هو الكاونتر ايون. اوكي؟ وهذا من هو الان ايونيك سيرفاكتنت. هذا الـ N هو شنو؟ كاونتر أيون. هذا الـ سيرفاكتنت اللي هو نيجاتيف شارج. طبعا هسه بحاله شنو؟ المركب يصير صفر؟ هسه شنو متعادل؟ متعادل، موجب سالب. اوكي يعني؟ وين نستخدمه للصوديوم كلوريد سلفيت؟ نستخدمه بالتوث بيست أند أوينتمنتس. نجي على النوع الثاني اللي هو السول، واحنا همنا هذا الذكر ركزت لكم عليه إذا تتذكرون. وين؟ فشي اسمه كان جرين سول تينكتشر. وش قلت لكم؟ ايش قلت لنا؟ اللي يتذكر ما حد يتذكر. ها؟ منو؟ ما حد يتذكر؟ قلت لكم لازم نفرق بين الجرين سوب بريبريشن والجرين جرين سوب تينكتشر بريبريشن. من اقول لك جرين سوب بريبريشن انت راح تجيب فري فاتي اسيد تفاعله ويا سترونج بيس. بس اذا نحكي على التنكتشر لازم شو تحط لك؟ صحو. اوكي يعني؟ هذا فيما مضى في سالفه العصور والازمان. هذا هسه شنو عم دربط لكم ذاك الموضوع وهذا الموضوع. وايد شغلات راح تيجي تمر عليكم احنا حاجيها قبل تربط ذاك وهذا. فهسه واحدة من أنواع الآن أيونيك سيرفاكتنت هو منو؟ هو السوب اللي هو الصابون. هذا الصابون منين يجي؟ مثل ما قلنا فري فاتي أسيد تفاعله ويا سترونج بيس. Are salt of long chain fatty acid. They have general formula CH3CH2NCOOM. الN هو يا إما صوديوم يا إما بوتاسيوم يا إما تراي إيثانولامين يعتمد على أنت البيس اللي ده تستخدمها. KOH NaOH يعني ممكن strong base ويا free fatty acid أو long chain fatty acid free fatty acid. زين ال free fatty acid منو عندنا أو fatty acid منو اللي عندنا؟ هاي lauric acid, lysteric acid, palmitic acid, stearic acid, oleic acid, ricinoleic acid. هذول كلهم أنواع من ال free fatty acid أو fatty acid اللي ممكن تحصلون منها السوب إذا فعلتوها ويا من؟ ويا ال الام ويا البيسك سترونج بيس. اوكي يعني ما مطلوب عندكم هاي الان ان 14 يساوي بس اسماء امثله على نوع الفري فاتي اسيد. الاكزامبل اللي نعطيني هو من هو؟ هو الجرين سوب اللي حكينا عليها سابقا. الاكزامبل اوف سوب از بوتاسيوم سالت اوف اوليك اسيد اور وات از كولد جرين سوب. هسه عرفنا شنو الكومبوزيشن مال منو؟ مال الجرين سوب معناه دفاع الاوليك اسيد ويا من؟ بوتاسيوم. بوتاسيوم هيدروكسيد. النوع الثالث هذا رب العالمين
تتكون بجسم الإنسان اللي هو البايل سالز. Sodium glycolate, which is used to solubilize monoglycerides, which is essential step in fat metabolism. Okay. نجي على النوع الثاني اللي هو من هو اللي هو الكاتيونيك سيرفاتات. هذا عكس ذاك الكاونتر ايون مالته شان بوزيتيف، هذا الكاونتر مالته حيكون نيجاتيف. كاتيونيك سيرفاتات كونتين نيجاتيف تشارج كاونتر ايون. هاي خلصنا. الاكزامبل اللي نعطينا اياه هو بنزول كونيوم كلورايد. هم اخذين البنزول كونيوم كلورايد تذكرون هذا بعد اقدم ريسوب ما نتذكر هذا شوي اقدم سوري شوي وايد حكينا على الاوبتالميك بريبريشن تذكرون قلنا وان اوف ريزرفاتيف اخذنا وان اوف ريكويرمنتس اوف اوبتالميك بريبريشن ات شود بي بريزرف والإكزامبل اللي كان هو بنزل كونيوم كلورايد حتى حددنا بوقتها قلنا لكم شود الكونسنتريشن يو شود بي سبيسيفايد اكو عندنا فد سيرتن ليميت لهذا الكونسنتريشن لا ازيد ولا اقل زين ليش لانه ممكن يدخلك بسايدس زين هسه هذا بنزل كونيوم كلورايد هو مثال عن منو عن الكاتيونيك سيرفاكتنت وقلنا نستخدم از شنو از ديسنفكتنت از بريزرفاتيف شلون يشتغل از انتيسبتيك اور بريزرفاتيف هسه راح نجي نعرف Benzyl chromium chloride, which is a quaternary ammonium compound, used as bacteriostatic agent because high mechanism of action of benzyl chromium chloride as preservative. It combines with carboxyl group of the cell wall of microorganism. يعني هذا البنزيل كونيوم كلورايد راح يجي يتحد ويا من ويا COOH من مال السيل وول مال المايكرو اورجانيزم من يجي اتحد ويا بالحقيقه وش حيسوي حيسوي ديستربشن لهذا السيل وول حيخربطه اوكي من حيخربط هذا السيل وول من حيدخل بالتركيب مالته راح يسوي لنا سيل لايسيس سيل لايسيس يعني شنو يحلل الخليه اوكي بهالطريقه شنو معناها يوقف هذا المايكرو اورجانيزم فهاي هي الميكانيزم باي ويتش بنزل كونيوم كلورايد اكت از Prostatic agent, as preservative, as antiseptic, it can function mainly. هذا تبع عرفتوا هي نفس الميكانيزم. نجي على النوع الثالث اللي هو الأنفوليتيك سيرفاكتنت. خدنا أنيونيك وخدنا كاتيونيك. من أبغى عندنا الأنفوليتيك. ذاك بوزيتيف تشارج وهذا نيجاتيف تشارج هذا يكون متعادل. نفس المولكيول عندها تو جروبس البوزيتيف والنيجاتيف تشارج. ما بيها كاونتر أيون. ما بيها كاونتر أيون. Ampholetic surfactants are molecules as a whole containing both negative and positive charged groups and they exist as a sweeter ion. The example اللي عندنا على ampholetic surfactant got seal beta alanine with lecithin structure ما مطلوب يعني اوكي يعني بس المثال نيجي على non-ionic Surface active agent. That's that is non-ionic. That is non-ionic surface active agent. يعني شو يعني ما بي أي charge. Non-ionic surface active agent are mostly additional products of ethylene oxide. يعني المين backbone for non-ionic surfactant منو؟ الأثلين. الأثلين يعني لبنة البناء الأساسية لل non-ionic surfactant هي منو؟ هي شلون يصير هذا الاديشنال بروسيس وشنو يعني الاثيلين اوكسايد هي الوحده الاساسيه للتركيب شلون يصير هذا التركيب شلون تنبني هاي الوحدات على بعضها and the additional process is initiated by active hydrogen which is pre-
present in aliphatic or phenolic OH, COOH, SH and NH2 group. يعني أول خطوة لهذا التحضير من منين تجي؟ من الأكتف هيدروجين اللي موجود وين؟ في COOH، في OH، في SH أو NH2. هذا البروسيس يشبه بروسيس البوليمرايزيشن. شنو البوليمرايزيشن؟ شنو بوليمر؟ متعدد الوحدات. يعني شو متعدد الوحدات؟ يعني نفس الوحدة تتكرر أكثر من مرة. طبعاً اعتماداً على عدد المرات اللي تتكرر بهاي الوحدة هتختلف الفيزيكوكيميكال بروبرتيز لهذا المركب. أوكي؟ نفس البوليمرايزيشن بروسيس دي يصير وين؟ دي يصير بهذا النان أيونيك سيرفس أكتيف إيجنت للتحضير مادة. The reaction is like many polymerizations. Some molecules may grow faster than another. The polyethylene glycol is the hydrophilic moiety. هاي ركز عليها لأن هاي بعدين من راح نجي نحكي راح تطلع لكم كل ساعة. Each ether oxygen can add two water molecules by hydrogen bonding. And these water molecules in turn can add many more water molecules. إذا معناها السبب الحقيقي لهذه البوتينج بروبرتيز أو هاي solubilization effect لل surface active agent اللي non ionic surface active agent منو؟ الوحدة الأساسية للبناء اللي هي منو؟ الاثيلين اوكسايد. ليش هذا الاثيلين اوكسايد؟ دي يسوي هذا الاثيلين اوكسايد؟ هذا الاثيلين اوكسايد باكسجين مع الايثر. اوكي الايثر وين موجود؟ بالاثيلين اوكسايد. هذا الاكسجين مال الايثر كل وحده اكسجين تاخذ لها 2 مي وياها. اوكي كل وحده اكسجين تاخذ لها 2 مي وياها وكل وحده من المي هاي راح تيجي تاخذ بعد مي وياها، فمعناها راح تزيد الهايدريشن وزيد السوربرايزيشن. اوكي واضحه؟ احنا هنا هذا النون ايونيك سيرفيس اكتيف ايجنت من وحده البناء الاساسيه اثيلين اوكسيد. زين هذا السيرفيس اكتيف ايجنت شلون يصير عنده هذا الودينج والسولوبلايزيشن بروبرتي؟ الاثيلين اوكسيد بالاكسجين اللي موجوده بالايثر، هاي الاكسجين اللي موجوده بالايثر تقدر ترتبط ويا كل وحده من هاي الاكسجين ترتبط ويا 2 ووتر مولكيولز. اوكي وهاي كل وحده من الووتر مولكيولز تقدر ترتبط بعد ويا من؟ ويا اديشنال ووتر مولكيولز. فمعناته الحقيقه دشوا وزيد الووتر مولكيولز اللي تجي بهذا المركب مالته او بهاي الفورمولا مالته، ومعناه زيد الوتي يجب وودنج. يعني شنو؟ لا نتوقعين ترطيب. يعني شنو؟ يعني مثلا نقول واحد رطب ايده بالماء شنو يعني؟ اجعلها المي صح؟ فانت تسوي تزيد المي اللي دا يجي ان كونتاكت ويا من؟ ويا هاي الماده اللي تزيد الاوبانيوم مالتها. هي ماده اي كل ما يزيد المي كل ما البوسيبلتي اوف سولوبلايزيشن ما تزيد. اوكي؟ ترى بس لعب سؤال. ترى مو قلنا هي الاساس الاثيلين اوكسيد؟ اي ترى هو الان صار له بولمرايزيشن صار بوليثيلين جلايكول. يعني لو هو منين جاء البوليثيلين جلايكول؟ هذا يعني هذا البورشن جزء البوليثيلين جلايكول منين جاء؟ هو بالاثيلين اوكسيد. عمليه البوليمرايزيشن راح يتكون عندك البوليثيلين جلايكول. هذا البوليثيلين جلايكول في هذا الاو مال الايثر، هاي الاو مال الايثر تجي تاخذ المي والمي يجي بعد مي. اوكي okay. As a result, hydration and solubilization of surface active agents can take place, but this hydration is not as efficient as the production of cationic group into ionic surfactant. For example, ionic surface active agents are more soluble than non-ionic surface active agents. يعني الشار معناها هذا النون ايونيك اذا نجي نقارنه كاكتيفيتي ويا من؟ ويا الايونيك. ويا الايونيك الايونيك راح يكون اكتيفيتي ما راح تكون اعلى. زين هسه هذا ما اخذ احنا قبل وين ما اخذ من حكينا على السوليبولتي، تذكرون حكينا شويه على البوليمر الكربوكسيميثيل سيلولوز.
إذا الكاربوكسيميتال سيلولوز سوليوشن إذا زيد درجة الحرارة راح يتحول إلى كلاودي أو تيربت أبييرنس. ليش؟ لأنه هو إكسومدري إندوثير. لأنه التفاعل شان إكسوثيرمك رياكشن. كل ما زيد درجة الحرارة كل ما dehydration of the polymer occurs. نفس الشيء بالنسبة لهذا النوع من السيرفس أكتيف إيجنت. أوكي؟ هذا التفاعل مالته هو عبارة عن إكسوثيرمك رياكشن. إكسوثيرمك رياكشن. كل ما تزيد درجة الحرارة أنت شو تسوي؟ تزيد dehydration. فمن تسوي تزيد dehydration معناه شنو؟ يعني إذا هذا المركب اللي عندك يفقد الووتر مولكيول اللي يبي. وانت كل ما تقلل الووتر مولكيول شو يصير بالسوليبلتي؟ تقل. زين؟ فمعناها هذا التربت ابييرنس يجي من ريدكشن ان ذا سوليبلتي. زين؟ درجه الحراره اللي يصير بها هذا الانقلاب اللي راح يتحول من كلير سوليوشن الى تربت سوليوشن از ا ريزلت اوف ديهايدريشن نسميها الكلاود بوينت. الكلاود بوينت. اوكي يعني؟ فهمتوها؟ زين. دكتور مجنون تعرف كلاود بوينت او سؤال على يعني يقول هي النقطة اللي تزداد بها الإكسوثيرمك رياكشن وصح الشيء؟ لا هي هاي هنا كاتبينها احنا. يعني هي درجة الحرارة راح تزداد اللي بتوصل لها السوليوشن مالتك راح يتحول إلى تيربت due to dehydration of the compound. اوكي؟ زين. هسه إذا زيد درجة الحرارة راح يصير عندنا تيربد. ليش؟ dehydration. لأن وصلنا لل cloud point. العكس صحيح. إذا راح نقلل درجة الحرارة راح يرجع هذا المحلول مالتنا clear solution. ليش؟ لأنه solubility زادت. ليش؟ لأن المركب مالتنا become more hydrated. يعني أخذ بعض water molecule وصار soluble. هسه بالنسبة لل cloud point. هي ما تعتمد على الكونسنتريشن. Cloud point is independent on concentration of the solution. ما تعتمد على تركيز السيرفيس اكتيف ايجنت بالسوليوشن. على شنو تعتمد؟ راح هسه نقول. تعتمد على its composition. Composition مال بينو مال السيرفيس اكتيف ايجنت. Cloud point increases. تزيد. شو وقت؟ كل ما يزيد the number of ethylene oxide units per molecule with fixed hydrocarbon chain length. يعني انت تثبت طول السلسله الكربونيه. وين ما تزيد تزيد الاثلين اوكسايد لكل مولكيول. فشنو اللي حيزيد عندك؟ الكلاود بوينت. زين احنا هسه بس شوي نرجع على السلايد اللي قبلها. اثلين اوكسايد شنو كانت فائدته؟ دكتور يكون هيدروفيل سولوبلايزنج يعني اي الاو اللي موجوده بالايثر جروب تيجي تاخذ ووتر هيدروجين بوند صح وهاي الووتر مولكيول راح تجي تستوي تاخذ ووتر تجي تاخذ بعد بس هنا اللي يقول لك خلي انا هسه اسالوني بد شويه او جزبه اسالوني فخلنا اشرح لكم اياها هسه احنا خلينا نقول الكلاود بوينت مالتنا هي 10 اوكي حطينا اثنين اوكسايد يونتس بثبوت طول الهيدروكربون شين اوكي الكلاود بوينت صارت ايش قد 20 فاحنا هنا بالحقيقه سوينا ايش سوينا قللنا السولوبيليتي لا بعدنا الكلاود بوينت بعدنا الكلاود بوينت فمعناه احنا نحتاج حراره اكثر على مود نوصل لنا للكلاود بوينت يعني احنا كنا 10 احنا سوينا increases in the cloud point زيدنا الكلاود بوينت تمن تزيد الكلاود بوينت تحتاج حراره اعلى حتى نوصل هاي انا متوصل لهاي النقطه اللي هي شنو اللي يصير عندك هذا التيربت ابييرنس او السيبريشن او الديهايدريشن اوف البوليمر اوكي اذا نرجع شويه هم منطقيه ليش لان الاثيلين اوكسايد هو شو يسوي يجيب المي اوكي فمن يجيب المي راح يزيد منه السوليبلتي يزيد الوتينج بروبرتيز هو هذا اللي يصير انت معناها راح تزيد راح تحتاج درجه حراره اقل على مود شنو حتى توصل للكلاود بوينت وهو معناها انت زيدت شنو اثنين اوكسايد يعني كسيكونس الاحداث انت معناها انك زيدت السوليبلتي تمتوا واضح
ما افتهمتها. الله هذا يجيب اخر الفيلم. بعد هسه احنا خلينا نقول درجه الحراره مالتنا الكلاود مونت هي 10. زينتي الاثلين اوكسايد بثبات منه الهيدروكربون تشين زيتين ال 20. هو يقول لك الكلاود بوينت انكريز از ذا نمبر اوف منو الاثلين اوكسايد. الاثلين اوكسايد جروب انكريز. انكريز يعني شنو؟ كونستريشن. لا انكريز الكلاود بوينت انكريز يعني سويتي زودت درجه حراره. زيتي يعني كلاود بوينت مكان ما صار كانت 10 صارت 20. زين معناها انت شنو تحتاجين حراره اعلى حتى اوصل لل حتى يصير عندك الديهايدريشن. تمام. فانت من تحتاجين حراره اعلى عم توصلي الديهايدريشن هو اكزوثيرميك رياكشن. معناها السوليبولتي مالتك زادت لو قلت زادت خلاص هاي بس مو مفتهم. لا مو ما افتهمت بس رابط الاشياء ما افتهمتها. يعني انا شنو راح استفاد اذا صعد درجه الحراره؟ لا احنا ما يقول لك هو ما يعتمد على التركيز. هو اللي يوصل لك هاي الفكره انه هذا تركيزه ما ياثر على الكلاود بوينت. الكلاود بوينت ما تتاثر بتركيز السيرفيس اكتيف ايجنت، تتاثر بالكومبوزيشن مالته. فدي يقول لك اذا كان الكومبوزيشن هيجي واذا كان الكومبوزيشن هيجي. بس عرفنا شنو اذا زيدنا الاثلين اوكسايد بثبوت الشيلينك والهيدروكربون شيلين. هسه العكس شو يقول لنا؟ The cloud point decreases as the hydrocarbon length increases at constant ethylene oxide unit number. زاد والاثلين اوكسايد هو باقي نفسه. فهسه احنا منطقيا السوليبولتي على من تعتمد؟ على الاثلين اوكسايد. بما انه كبر المركب كبر المركب والاثلين اوكسايد بقى نفسه راح تقل. فمعناه الكلام هو شو يصير بها؟ راح تقل صح؟ نحتاج حراره اقل على مود نوصل للديهايدريشن. ها؟ هي عكس ديشي. هي عكس ديشي. The dispersion of emulsion containing this type of surfactant is destroyed if heated above the cloud point. يعني شو destroyed؟ يعني صار ايش قلنا؟ قلنا اذا زيد درجه الحراره راح يصير عندنا للكلاود بوينت ايش حيصير عندنا؟ حيصير عندنا separation، حيصير عندنا cloudy appearance، حيصير عندنا turbidity. ليش؟ صار عندنا dehydration of polymer. بس هذا نفس المحلول اللي وصلناه للكلاود بوينت اذا بردناه ايش حيصير؟ حيرجع كلير. عافيه راح يرجع مرت له فكر كلير. ليش؟ لانه احنا تفاعلنا هو اكزوثيرميك رياكشن. اذا عبرنا الكلاود بوينت بالهيتنج فمعناه ايش حيصير عندنا؟ حيصير حتتحطم كيميكال، حيصير عندنا ديستراكشن او ديسترويد. يعني هاي المركب مالتنا راح يتفلش. من حيتفلش؟ انت اذا تيجي تقلل درجه الحراره بعد ما يفيد. ما يفيد. ليش؟ لانه انت خلاص انتهى المركب مالتك. فلذلك يقول لك انت ما تقدر تسوي استرجاع علما للكلير سوليوشن اذا حتقلل درجه الحراره، لانك فعلا فعليا ايش سويت؟ حطمت. سويت حطمت. هو السؤال ترى هو لما راح هو الاثنين اوكسايد هو مركب عضوي، ولما راح يزداد التشين لينث مالته دكتور تزداد عدد ذرات الكربون. احنا نعرف دكتور كل ما يزيد عدد ذرات الكربون تاثير الحراره يكون اقل المفروض. لا دكتور هو الاوكسايد هو مركب. احنا هسه بدنا نحكي على هذا المركب بريسايزلي. اذا انا ما راح احكي بغير مركبات، انا بدي احكي على مركب هذا النان ايونيك سوري سيرفاكتنت. نان ايونيك سيرفاكتنت مثل ما قلنا الاصل به هو الاثلين اوكسايد. فانت هذا الاثلين اوكسايد هو اللي عكس راح تزيده. ليش؟ لان ما له اقل. لا لان انت تقول الاثلين اوكسايد زايد بثبوت منه تشين لينك. الاثلين اوكسايد متغير والثابت منه تشين لينك. انت ما تتغيرهم اثنيناتهم. يعني انت من تزيد فشيء ثاني ما يزيد. عرفت؟ انت تضيف ما يزيد الثاني. وصلت. This type of surfactant is called polyoxyethylated non-ionic surfactant. An important example of non-ionic surfactant are span 20, 40, 60, 80 إلى آخره. هسه هذا span 20, 40, 80, 60 إلى آخره. إذا كل واحد من هذا span جبنا له 20 unit of ethylene oxide ربطناه به راح يتحول إلى tween.
يتحول الى توين، يعني عشبان 20 زائد 20 اثلين اوكسايد ينطينا توين، سبان 40 زائد 20 اثلين اوكسايد ينطينا توين، وهكذا. زين يعني هسه احنا مغمضين، هذا سبان وهذا توين، والتوين يساوي سبان زائد 20 اثلين اوكسايد، منو السوليبلتي مالته عليه؟ اكيد ابو الاثيل اوكسايد، ابو الاثيلين اوكسايد، صح. يعني السبان انسوليبل، من السوليبل اللي عندنا؟ توين. التوين ليش؟ لان بي اثيلين اوكسايد، الاثيلين اوكسايد تحكي له القصه نفسها اللي حكيناها من البدايه. اوكي ثاني ارتي عندي زين. بروبرتيز اوف سبان ار ديفرنت فروم توينز. Spans are water insoluble while twins are water soluble. Okay, any? ليش؟ بس نيجي هتقولوا لي مسألتوني هذا الرقم 20 40 50 20 60 80 هذا شنو هذا؟ هو راح نقول لكم مسألة. The number beside the spans and twins does not indicate anything, but the companies give them numbers to differentiate one span from another. And one twin from another. يعني مجرد هي عبارة عن تسميات للتفرقة. للتفرقة بالضبط، لا أكثر ولا أقل. وعلى الرغم من هذا بصورة عامة هو كل ما يزيد الرقم، يعني span 20 إذا قارن span 80 فالviscosity مال span 80 أعلى من span 20. بس هو فعليا بس مجرد أنه تتفرق بيناتهم. Addition of ethylene oxide increases the water solubility, so twin is more soluble than a span in water. In any practice, the best surfactant is obtained by mixing certain quantity of span with a certain quantity of twin according to HLB system, the hydrophilic lipophilic balance system. Hydrophilic lipophilic balance system is a scale containing value of span and twin and other surfactants. هذا إن شاء الله يعني أكبر سجال تأخذون بالتفاصيل تشتغلون الإيمالشن تعلمون شلون تنسبون عن طريق استخدام الـ HLB system. زين هسا نجي نحكي على مصطلح الأدزوبشن أو سيرفاكتنت. هذا طبعا الحكي هذا كل العام ماخذيه بالفيزياوي، هذا الحكي مو جديد عليكم. سيرفاكتنت are adsorbed at the interface between two immiscible liquids with the polar portion toward the aqueous space and the non-polar portion oriented toward the non-polar space. صح لا غلط؟ ما في هذا. Surfactant can form spherical micelles at concentration called the critical micelle concentration. And if the concentration of the surfactant is increased above the critical micelle concentration, then the shape of the aggregates is changed from spherical to lambda. يعني حيتحول من الدائري الى الاسطوائي او الطولاني. شنو فائدة المايسلز؟ وين نستخدم المايسلز؟ قليل surface tension. هي احنا قليل surface tension consequently احنا من قليل surface tension نحصل على فوائد اخرى. شنو الفوائد لو حطينا شنو هواية من الحشين يعني تكون العمق بالفيزيائية. Number one, to solubilize their insoluble compounds or slightly soluble compounds. For example, vitamin A, D, steroids, and volatile oils. These compounds are incorporated in a non-polar region of the surfactant. صح لو غلط ان هذول كلهم مش فيهم؟ Non-polar. Okay, فاحنا قلنا non-polar يجي على الفيل الهيد اللي هو non-polar. والأكيوس يروح عليه الهيدروفيليك هيد. Okay, number two. To protect compounds from acid and base hydrolysis by the incorporation into non-polar region of the surfactant. يعني راح نيجي نحمي المركب من الأسيد أو البيس hydrolysis عن طريق شنو؟ نحطه وين؟ بالnon-polar region. An ester is hydrolyzed in acidic or basic medium. نجي على أمثلة عن lyophilic dispersion. Number one, cellulose and cellulose derivative, starch, polyelectrolytic, polysaccharide, acacia, tragadol, sodium alginate, and agar, synthetic non-ionic water soluble polymers, polyethylene glycol, povidone, polybenzene pyrrolidine,
بروتين اند بوليبتايدز وجيلاتين. اوكي نجرب نستوعبهم يعني ما نطلب من كل تفاصيله. ممكن يجيكم فراغ ماشي ما يجي تعدادهم ما يجي. اوكي